الحاضرين مشاهدينا الاعزاء بهذه الانطلاقات وهذه التحديات المسائية التي تنطلق في ختامي المرموم وبالتحديد في ميدان المرموم، حيث تتواصل الانطلاقات بتحديات هذه الاشواط الخاصة بسن الكبار وسن الذلل والزمول المملوكة لاصحاب السمو الشيوخ. 8 كيلومترات تمر سريعا بوجود هذه الاصايل سفن الصحراء التي سميت في الماضي لتأتي أيضا بمتعة الجميع في حاضرنا، حيث انطلق هذا الشوط الخاص بيزمول المهجنات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ والمعالي والأمراء. انطلق هذا الشوط وأمال المضمرين هو تحقيق الفوز والناموس والانتصار في نهاية هذا الأمتار. نتمنى التوفيق لجميع المضمرين، إن لم يكن في هذا الشوط ففي الأشواط القادمة أو الأيام القادمة بمشيئة الله. نسير مع مقدمة الشوط، وفي المركز الأول العاصفة تتواجد مع مقدمة هذا الشوط، مقدمة شاهين والتضمير مع قياد الهلالي يتولى عملية التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، حيث يتواجد شاهين من حقن الرياسة التضمير مع راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما المركز الثالث ياتي في هذا الانطلاق شاهين من حقن العاصفة، تضمير شاهين مع قياد الهلالي يتولى عملية تضميره. وننتقل إلى المركز الرابع من الجانب الآخر، مياس من حقن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي يتولى عملية تضميره. ننتقل إلى المركز الخامس الذيب لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية تضميره. وسادسا ياتي شاهين من حقن العاصفة بمتابعة وتضمير قياد الهلالي. ننتقل إلى المركز الثامن، حيث يتواجد في المركز السابع يتقدم في هذه اللحظات الفارس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين، ياتي بتقديم ايضا الفارس في هذا الانطلاق ويقدم الذيب. المركز الثامن يتواجد فيه قزوان من حقن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما المركز التاسع هذا هو شاهين من حقن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يقوده بعملية التضمير. والمركز العاشر يتواجد مرحب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خالد بن المر بن حلوة يتولى عملية التضمير في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي خلال هذا الانطلاق المميز. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، هذه هي العشر المراكز الأولى التي تأتي بالانطلاق والإبداع، حيث نعود من جديد إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى القيادة بوجود وانطلاقة شاهين، ما زال يقود الشوط لحقن العاصفة. تضمير شاهين مع قياد الهلالي يتولى عملية التضمير من خلال هذا الإبداع والانطلاق، بينما شاهين يتحرك في المركز الثاني كذلك بشعار حقن الرياسة التي تقدم المنافسة القوية في هذا الانطلاق. هذا هو شاهين مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، لقب بالمستحيل في عالم التضمير. ننتقل إلى المركز الثالث، شاهين يتواجد في المركز الثالث لحقن العاصفة، قياد الهلالي يتولى عملية التضمير يعلن بانطلاقة هذا الاسم، بينما المركز الرابع مياس لحقن الرياسة علي بن يميل الوهيبي ياتي بعملية تضميره. خذ ايضا المركز الرابع، بينما المركز الخامس الذيب يتقدم الذيب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين يتولى تضميره. المركز السادس هذا هو شاهين يتواجد في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع لحقن العاصفة، خذ المركز السادس قياد الهلالي يتولى عملية تضميره. ننتقل إلى المركز السابع بوجود غزوان لحقن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقوده في عملية التضمير. سابعا وثامنا ياتي الفارس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع الصادق فضل الأمين يتولى عملية تضميره. تاسعا يتقدم ايضا حشيم في هذا
هذه اللحظات يتواجد حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقود في التضمير المركز العاشر. يتواجد أيضا خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود في عملية التضمير. اكملنا على مسامعكم نداءنا الثاني للعشرة الاسماء المتقدمة لعشرة مراكز تأتي بهدوء قبل عاصفة التنافس التي تهف الامتار الاخيرة من خلال هذا الانطلاق ومن خلال هذا الابداع، حيث نعود الى المقدمة، حيث نعود الى الصدارة، حيث نعود إلى القيادة. شاهين الذي بدأ باستراحة المحارب على مقدمة هذا الشوط ليعلن بوجوده على المركز الأول من هجن العاصفة، قياد الهلالي يأتي بتقديم هذه الأسماء المنطلقة خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. تحركت الزمول، بدأ هديرها يعم أرضية الميدان من خلال وجود هذه النوعيات. شاهين على المركز الثاني وانتصفنا 8 كيلو مترات، انقضنا 4 كيلو والمتبقي 4 كيلو على نهاية الشوط. شاهين في المركز الثاني يأتي بمحاولة ثنائية لاختطاف المركز الأول، وها هو يقير النتيجة، ها هو يقير النتيجة، يختطف المركز الأول لهجن الرياسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري، يأتي لينفرد أيضا على مقدمة هذا الشوط. غزوان غازي الكل، غزوان غزا أيضا الزمول في المركز الثالث لهجن الرياسة مع أيضا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، يأتي بمتابعة وتقديم غزوان في هذا الشوط وفي أرضية هذا الميدان. بينما المركز الرابع يتحرك أيضا شاهين، يتواجد شاهين من هجن العاصفة، بدأ بدخوله المفاجئ، بدأ باقتراب الزمول من بعضها البعض في هذا الشوط. هذا شاهين في المركز الرابع يتواجد لهجن العاصفة، قياد الهلالي مياس خامسا من الجانب الاخر لهجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي، وسادسا يتواجد ايضا من الجانب الاخر. هذا هو شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن محمد او حشيم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ياتي بعملية تضميره مع وجود وانطلاقة ايضا حشيم المتقدم في المركز السادس. المركز السابع هو شاهين لهجن العاصفة، قياد الهلالي يتولى تضميره. بينما المركز الثامن يتواجد شاهين لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، وتقدم شاهين في المركز التاسع من العاصفة، قياد الهلالي يقدمه في التضمير والمتابعة. وأيضا يتحرك الذيب في المركز العاشر، الذيب لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتولى عملية تضميره خلال هذا الانطلاق. هذه النتيجة للمرة الثالثة عبر هذا الوصف التفصيلي والتقرير للعشر المراكز المتقدمة الذي يأتي على مسامعكم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. شكرا لكم على هذه المتابعة الحصرية والمباشرة من ميدان المرموم. وفي ختامها 2019 نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى أيضا غزوان غير النتيجة وبدأ يقود هذه المجموعة من الزمول لينطلق بأرضية هذا الميدان. هذا هو غزوان لهجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله، تحركت العاصفة، انطلقت بوجود شاهين من جديد في هذا الانطلاق. هذا هو شاهين يتحرك في هذه اللحظات، يتواجد في هذه الانطلاقة لهجن العاصفة، قياد الهلال يقود في عملية التضمير. مياس من الجانب الآخر يأتي بالانطلاق لهجن الرياسة، علي بن يميل الوهيبي يقود في عملية التضمير. هذه الثلاث المراكز الأولى، حشيم على المركز الرابع
بدأ بوصوله وانطلاقه لسمو الشيخ مكتوب الحمد لله بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يقود في التضمير. وصلت العاصفة على المركزين الخامس والسادس من خلال انطلاقة شاهين وشاهين. قياد الهلالي بدأ بتحركاتهن، بدأ بانطلاقهن. المركز السابع شاهين لحقن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يقود في عملية التضمير. ثامنا لحقن العاصفة مع ايضا قياد الهلالي، ووصول شاهين في المركز الثامن خلال هذا الانطلاق والابداع. بينما شاهين في المركز ايضا التاسع لحقن الرياسة مع راشد بن محمد بسم المنصوري. ولكن العودة الى المقدمة، العودة الى الصدارة، الى الامتار الاخيرة، وبانت منصة المرموم، بانت يا اخواني المضمرين. اخذ الحيطة والحذر في هذه الامتار المتبقية، حيث تنطلق الزمول بان وكأنها طيور طائرة نحو الفوز والانتصار. لم تصدر عليها الاوامر حتى هذه اللحظات، الكل يترقب الثاني من المضمرين لاطلاق الاوامر في الامتار الأخيرة، في الأمتار الخطيرة. هذه هي الأمتار المثيرة، الله، الأمتار التي أيضا نعلم فيها لمتابعين الكلام بأن 1200 مسافة التحذير ولوحة التنبيه المتبقية على نهاية هذا الشوط. الصدارة والقيادة، المركز الأول غزوان حشيم يتحرك، غزوان ما زال على الصدارة لحقن الرياسة. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ياتي بانطلاقة ووجود غزوان، بينما حشيم يتحرك من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوب الحمد لله بن راشد آل مكتوم. سعيد بن عبيد الحميري في تضميره، مياس في المركز الثالث لحقن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي. ولكن الله 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 الله، يا سلام، العاصفة قادمة، العاصفة قادمة لتعصف في الأمتار الأخيرة في هذا الجو العاصفي. هذه هي العاصفة تتقدم، ولكن غزوان راح بالمركز الأول، راح في أرضية هذا الميدان. غزوان يقود الشوط قيادة مؤكدة للفوز والانتصار حتى هذه اللحظات لحقن الرياسة بلا أوامر. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري لم يصدر عليه أي أوامر. حقن العاصفة قادمة، وغزوان ما زال مسيطر كل السيطرة على مقدمة الشوط. العاصفة قادمة، حقن الرياسة ثابتة مع المركز الأول، تقدم الإبداع والفنون مع بن زيتون الذي ياتي بمتابعة غزوان. حقن الرياسة شعار يعرس طريقه إلى الناموس والانتصار. هذه هي حقن الرياسة، هذه هي حقن الرياسة، ما زالت على المركز الأول. العاصفة قادمة في الأمتار الأخيرة، العاصفة، الرياسة تختطف الفوز والناموس. حقن الرياسة، تهانينا والناموس لحقن الرياسة على فوز غزوان. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون. المركز الثاني شاهين من حقن العاصفة، ثالثا شاهين من حقن العاصفة، رابعا مياس من حقن الرياسة، وخامسا حشيم لسمو الشيخ مكتوب الحمد لله بن راشد آل مكتوم. هذه هي النتيجة، هذه هي الخمسة المراكز الأولى. شوط عشنا فيها أحلى أجواء التحدي والتنافس، حيث غزوان كان بطلا للزمول. 13 دقيقة 21 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. شكرا لحقن الرياسة، هذه المؤسسة العملاقة. شكرا لمنضمر غزوان محمد بن عتيق بن زيتون، والتهنية له. 13 دقيقة 22 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هو التوقيت. شاهين لحقن العاصفة مع قياد الهلالي، بينما ثالثا أيضا شاهين لحقن العاصفة بقيادة قياد الهلالي. سجل 13 دقيقة 24 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.